السلام عليكم مشاهدينا، صبحكم الله بالخير والسعادة، صباح كله إيجابية وتفاؤل. تقضون معانا ساعة على الهواء في صيف البحرين. صباح الخير إيمان. صباح النور والسرور. شلونك اليوم؟ أنا الحمد لله بخير، أنت شلونك؟ اليوم ألوان فاقعة اليوم. اليوم أصفر، إيه ما أدري شويني على الألوان الصيفية مع صيف البحرين. صحيح. طبعا اكيد خلي في البدايه صبح على كل مشاهدينا، صبح عليكم، نتمنى انكم تقضون معنا صباح مفيد وانتم في البيت. طبعا فريق الاعداد مجهز لنا مجموعه من الفقرات اللي نتمنى انها تنال على اعجابكم. لكن في البدايه حمد، ايش عندنا اليوم؟ ايش بنتكلم؟ هو سؤال بس ما ابي اسالك اياه لان عارف الاجابه. شنو السؤال؟ تحبين الذهب ولا لا؟ يعني ما في بنيه ما في بنيه ما تحب الذهب. احنا دائما يمكن امهاتنا والكبار في السن يقولون اشتروا ذهب لان الذهب زينه وخزينه. صحيح. فدائما احنا يعني نسمع هالكلام، والحين بعد الذهب كنا نازل خصوصا هالفترة. إيمان، لأن الذهب متعلق بشكل مباشر بالدولار الأمريكي ومتعلق مباشرا بعد باللي هو يعني البترول. فتعرفين الأوضاع اللي احنا فيها، ففرصة حق المتزوجين أو اللي مقبلين للزواج يشترون يشترون الحين الذهب لأنه شوي نازل، وغير أنه حق اللي يستثمرون بعد لأن الذهب ما ينزل سعره بشكل يعني استثمار زين. يعني اتوقع ان عقب الحلقه لو في مجال بروح اشتري لي شيء ذهب. يبيل. بكشخ حق حلقه باكر. تتميز مملكه البحرين بارض تجاريه ممتازه لتجار الذهب بكل انواعه، وعشان كذي نلاقي ان معظم المحلات الشهيره بصناعه الذهب تحب تكون البحرين مركز لانطلاق فعالياتها وبضايعها. خلونا نتابع هذا التقرير من اعداد الزميل عبد النبيل الجرتابي. مثل ما نعرف بأن الذهب من أهم المقتنيات اللي يبحث عنه المواطن البحريني بشكل خاص ومواطن الخليجي بشكل عام، وإحنا اليوم أمام افتتاح محلات الزين فعالياته للمرة الخامسة، وهذه الفعالية راح تكون عنوانها اليوم بالمرية. خلونا نعرف شنو أسرار هذا الاسم وشنو يعني للمواطن بشكل عام. احنا اليوم هني دشنا المرية، الاصدار الخامس من المرية M5، بعد النجاح والاقبال الشديد على مجموعات وتشكيلات المرية السابقة واللي تضمنت الاصدار الاول اللي كان من الذهب الخالص من عيار 18، وبعدين كان عندنا الذهب الاصفر مع الالماس، وبعدها المرية بالذهب الوردي، وايضا المرية بالاحجار الكريمة، واخر شيء هذه المرية الاصدار الخامس اللي تميزت بشكل جديد للعنصر الرئيسي المستخدم اللي هو عنصر المرية واللي مستوحى من حبة التمر. العنصر الرئيسي المستخدم في المرية هذه المرة شكله مختلف، تصميمه مختلف، الملمس أيضا مختلف، فهو مختلف عن التشكيلات السابقة. العنصر الرئيسي المستخدم في المرية الأصدار الخامس M5 هو عبارة عن هذا الشكل مثل ما تشوفون. الملمس مختلف عن الأصدارات السابقة، عن المجموعات السابقة. التصميم أيضا مختلف، أكثر حداثة، في إعادة إحياء التراث ولكن بطريقة حديثة. هو من الذهب عيار 18، ومثل ما تشوفون مطعم بحبات الألماس. المميز في مجموعة المرية M5 بأن القطع قابلة إن هي تلبس بأكثر من طريقة ممكنة، ما في أي قيود ولا في أي رول معين، ممكن تلبس بأكثر من طريقة، بحيث إن النكلس أصلاً ممكن يلبس كأسوارة مثل ما تشوفون، وممكن إن أيضاً تلبس سلسلة المرية بأطوال وأشكال مختلفة مثل ما تشوفون. مجموعة المرية جزء من مجموعة ترنس، وهي عبارة عن تشكيلة متنوعة من القطع المستوحاة من التراث البحريني الأصيل ولكن بطريقة حديثة، ويمكن استخدامها وارتدائها بشكل يومي مع مختلف الستايلات والأوتفيتس. يا
أكيد نشكر زميلنا عبد النبي الجردابي على هذا التقرير، وننتقل معاكم لثاني فقراتنا لليوم. طبعاً حالياً الكثير من الأشخاص يحبون ممارسة الرياضة في الخارج، ولا شك أن في أمور مهمة لابد أن نلتزم فيها عشان نتجنب الإصابات الرياضية. للحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستديو استشاري علاج طبيعي والطب الرياضي مؤيد العلوي. صبحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك. صباح الخير. صباح الخير، ان شاء الله يحييكم. ان شاء الله الله يحييك. اليوم موضوعنا شوي مهم وشيق، بالذات انت كرياضي، صح. يعني عندك يمكن خلفيه عن الامور اكثر. بنتكلم عن رياضه المشي بالتحديد، ولو بنتكلم عن هذه الرياضه شنو الامور اللي لازم نلتزم فيها والامور اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نبتدي رياضه المشي؟ صباح الخير اول شيء. بالنسبه لرياضه المشي، رياضه مفيده، يمكن من اقل الرياضات تكلفه إذا ما قرنت برياضات أخرى. مع دخول فصل الصيف، أمور كثيرة لازم الرياضيين أو عامة الناس اللي يبون يمارسون الرياضة يحطونها في بالهم. اختيار التوقيت المناسب لرياضة المشي، يعني أبتعد عن الشمس الدايركت وقت الظهيرة أو وقت اللي يكون الحرارة وايد. اختار المكان اللي أمشي فيه، أوكي، ما يكون طبعا كسيفتي أول شيء نتكلم بالنسبة للأمان، بعيد عن الشارع أو بعيد عن التعرض للحوادث. والافضل طبعا افضل دائما الارضيات اللي تكون اللي الدوله وفرتها، الممشى او التراب بشكل عام. نبتعد دائما، نحاول نبتعد عن الاسفلت، اوكي، لان لاصابات اخرى ممكن او الام ممكن يتعرض لها الرياضي. يعني المكان مهم جدا في الموضوع، لان ذكرت انه لو على اسفلت ممكن يتاثر الشخص. يعني عندنا قاعدة في الفيزياء، لكل فعل ردة فعل مساويها بالمقدار. فكثر الامباكت أو الجري على الأرض الصلبة، فبتعور لي القدم الرياضي أو الفرد، خلينا نسميه، ما نسميه رياضي، يعني خلينا نقول بشكل عام، نتكلم ويا عامة الشعب، فممكن تسبب له آلام في أسفل القدم، ممكن تتمادى الآلام، ممكن توصل حتى إلى أسفل الظهر. فالأفضل اختيار الأرضية اللي تكون طرية، أفضل لتفادي المشاكل هذه. استاذ، تكلمت انت عن موضوع ان ما نتمرن في الشمس، شنو الاوقات اللي نتمرن فيها؟ يعني الحراره الحين وايد زايده، يعني الاوقات اللي لو مثلا قلت في النهار بيكون صعب لان الشمس راح تكون موجوده في كل الحالات، فشنو الوقت اللي نتمرن فيه؟ وهل تشجع الكارديو او اللعبات الهوائيه في البيت مثل الالات اللي موجوده مثل تريدميل او هاي الامور؟ طبعا الاوقات المناسبه وجهه نظري، طبعا يمكن في ناس لها راي اخر، بس الفكره خصوصا اليوم في شهر 6 احنا في البحرين يكون الجو شويه مزعج وقت الظهيره او من 10 ورايح لفوق، فيكون في الصباح اول ساعات الصباح تكون الشمس للحين توها خفيفه او اخر ساعتين ثلاث ساعات من النهار، يعني قبل غروب الشمس على 6:30، يعني ممكن من 4:30 ممكن واحد يبتدي، بس في اوقات لا وايد تكون لهذا، فانتفادى ضربات الشمس، انتفادى الجفاف، الامور هذه. صح. اللي بتكلم معك استاذ اكثر عن يمكن اللبس المناسب حق رياضه المشي وحتى الحذاء، يعني دائما احنا نقول الحذاء هو يلعب دور اساسي في انك لما تمشي ولا تركض، لانه بياثر في النهايه عليك سلبا، فشو الامور المهمه اللي لازم نركز عليها في هالناحيه؟ يعني مثل ما ذكرنا فصل الصيف نحتاج نلبس ملابس خفيفه، ما تكون ملابس ثقيله، على اساس يعني التهوية، يعني الله سبحانه وتعالى عطانا مسألة التعرق أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء التعب، هي مو بس مؤشر على التعب، هي دليل أن الجسم شغال بشكل صحيح. واحد، اثنين، هي لتبريد الجسم. فكل ما عرقت، كل ما أركض، فمثل الراديتر في السيارة شلون، فعرق الهواء يطق فيني على أساس حرارة الجسم تنزل، فتخيل ده أنا لابس ملابس ثقيلة في فصل الصيف، فبتكون عندي الممكن تسبب لي اللي هي الصدمه الحراريه او الهيت ستروك. اضافه لموضوع الحذاء، يفضل اختار الجوتي المناسب حق الرياضه المناسبه. اغلبيتنا يروح يشتري، يعجبه الشكل، تعجبه الشركه، يعجبه السعر، اللون او اللون مثلا، فيقول هذا هو الحذاء المناسب. بينما انت مثلا اليوم مؤيد بيركض، وين بتجري؟ هل انت لاعب قدم ولا لاعب سله ولا حسب الارضيه؟ حسب الارضيه اللي بتلعب عليها، حسب الظروف المناخيه. يعني اليوم احذيتنا اللي احنا نستخدمها، فور اكزامبل اذا رحنا مثلا اوروبا في وسط الثلوج مثلا، ما بتمشي لنا، بنزلق وبنطيح ومتكسر. فكل وضعيه او كل بيئه لها احذيتها المناسبه، اوكي. فدائما انت تروح للمحل للبروفيشنال تسالهم، بمارس رياضه الجري، فاحذيه الجري
لهم موجوده صح في قسم بس ايوه الله يرحم والديك في قسم معين حق الجري واختار اسماء البراند اللي موجوده ما عندي مشكله بس هي الفكره لكل رياضه لها حذائها الخاص. نشوف رياضيين وايد في السوشيال ميديا هذه الفتره يتمرنون في البيت يعني بما ان احنا الظروف اللي موجوده الحين الجيمات مسكره حتى المشي يمكن يكون صعب مثل ما قلت في المناطق الحاره او الشمس فشلون تشجع الناس اللي يتمرنون في البيت وشلون يسوون هاي الشيء؟ والله في البدايه انا اشجع ان الناس تبقى في بيوتها خصوصا هالفتره هذه حسب التوجيهات الرسميه يقولون من خاف سلم واحد الاحتياطات واجبه. طبعا اللي عنده تريد ميل او عنده جهاز سيكل ف حظه يعني جيد لحد الحين واللي ما عنده بعد ممكن يعني انت ممكن تسوي رياضه في مساحه جسمك يعني مترين في مترين صحيح. كفايه من تمارين مثل ما تفضلت وزن الجسم تمارين الايروبكس تمارين البوش اب في يعني احنا ممكن نصمم بعض الاحيان خصوصا مع الحجر الصحي لبعض المرضى يقول ما اقدر اطلع او خطوره اني اطلع واخاف اني اطلع او هو يكون في حجر صحي اساسا فالاحتياط فنعطيه برنامج نعطيه البرنامج ماله من تمارين مثلا انه يهرول مكانه النط ممكن تمارين البوش اب تمارين الظهر ما ننسى مو بس تمارين التقوية تمارين الاطاله اللي ممكن يسويها لتفادي القعده الطويله صحيح قعدنا في بيوتنا فتره طويله فهي الوقت ان احنا نسوي تمارين اطاله للعضلات اسفل الظهر عضلات الريول مهمه ان احنا نسوي لها استرتشات فالرياضه ما لها وقت ما لها مكان فاقدر امارس الرياضه لو كنت في مساحه متر في متر اوكي فمو عذر نشجع الناس على الرياضه والصيف عمره ما كان عائق اختار بس التوقيت الصحيح لممارسه الرياضه احنا دائما نقول التوقيت الصحيح هو اللي يخليك تمارس الرياضه اللي انت تحبها في اي مكان نفس ما تفضلت وذكرت استاذ بس ودي اسالك هالسؤال انا دائما يعني اسمعه بشكل يومي تقريبا هل الافضل ان احنا نركض في هالاجواء ولا ممكن بس تكون رياضه المشي كمبتدئ انا مو رياضي على سبيل المثال ابتدي امارس الرياضه ما اروح على طول الجري يعني انت اليوم دائما التدرج في كل شيء طالب في اول ابتدائي على سبيل المثال نبسطها بهالطريقه ما اقدر اعطي منهج مال رابع او خامس فنفس الشيء انا كرياضي مبتدئ ما اروح للجري لعده امور منها مثلا اصابه الرياضيين ممكن مستوى اللياقه قليل إيه مثلا اصابه الشن سبلنت مثلا او اللي هي اصابه الام اسفل الساق هذا دائما تصاحب العدائين او اللي يجرون بشكل عام. فالتدرج في ممارسه الرياضه او خلينا نقول التدرج في الحده اذا صحت بالعربيه الفصحى يكون افضل التدرج يكون افضل ما على طول مستانس ببدله الرياضيه وراح اركض فممكن اني يوم ثاني اقط الثياب ولا امارس الرياضه خير شر فالتدرج يكون هو الافضل. يمكن في نقطه بعدنا بنذكرها انه يمكن شرب الماء وايد مهم الحين في الصيف الحين وايد حار نفس ما قلنا الشمس تتاثر اوريدي في الرياضه. وانت كشخص ما تسوي رياضه اوريدي قاعد تخسر ماء اهميه الماء في هاي الموضوع الماء مهم جدا وجعلنا من الماء كل شيء حي فالترويه او الهايدريشن او شرب الماء خلينا نسميها بالعاميه جدا مهمه للرياضي ووجه كلمه للرياضيين انك لا تشرب اذا عطشت حتى اذا مو عطشان اشرب ماء اوكي انت لما تعطش وصلت الى مرحله الجفاف او بدايه الالارم مال الجفاف فدائما الترويه تكون موجوده هاي رقم واحد رقم اثنين لتفادي الاصابات الابحاث الحديثه تثبت ان حتى اللاعبين اللي يتعرضون لاصابات تمزقات خصوصا في الرياضات التنفسيه او الرياضات اللي تحتاج سرعات كثره التمزقات لها علاقه بعد من احدى الاسباب اوكي انه هو الجفاف اللي موجود في الجسم فتحتاج ترويه فكل لاعب او الرياضي اللي خلينا نقول يلتزم بشرب الماء بشكل عام يكون اقل عرضه للتمزقات العضليه والاصابات ناهيك عن صحه المفاصل يعني عندك عضلات عندك مفاصل فحتى لصحة الجوينت الغضروف نفسه يقويهم مو يقويهم يعني يحافظ على حيويتهم خلنا نقول أوكي كل ما كان التروية موجودة في الجسم كان أفضل عشان ما يسبب له جفاف الجفاف مشكلة الجفاف مشكلة يعني أستاذ يمكن دائما في معلومة إذا تصلح لنا إياها أنا دائما أسمع يمكن حتى أنت تسمعها حمد بخصوص إنه يقول لك الواحد لا يركض ولا يمشي وكل ما يعني زاد التعرق إن هذه أفضل لو هو قاعد يفقد سوائل في النهايه يحتاج انه يشرب ماء فهي هذه المعلومه صحيحه ولا مجرد كلام احنا نسمعه لا كلام يعني شوفي دائما انا اقول لمرضاي او اللاعبين اللي عندي دائما مثال بسيط جدا تخيلوا ان احنا حين في الاسكيمو درجه الحراره تحت الصفر وات ايفر الرقم وقاعد نركض سؤال هل قاعد نفقد سعرات حراريه اي او لا اكيد قاعد نفقد الله يرحم والديك بس ما عرقنا صح
انزين في هالجو اليوم اقعد في السياره قبل لا تشغلها خمس دقائق تدور تلفون تدور حاجه طايحه في السياره عرقت ولا ما عرقت فقط سعرات حراريه بسيطه جدا بس مو نفس ما بس كرياضي خلينا نقول ما فقط اي جهد رياضي بس عرقت سبحت بعرقي لكن ما فالتعرق عمره ما كان مقياس ان انا تعبت او اني بذلت طاقه ولا لا التعرق ما هو الا وسيله جسم لتبريد او لتخفيف حراره الجسم الحراره لازم تكون حلول 37 او بالضبط 36 وكسور في عادات كانت تمارس بس الحمد لله الايام خلال الخمس عشر سنوات الاخيره اختفت حتى محلات الرياضه كانوا يبيعون يسمونهم السوتس في نفس مال الغواصين واللي كان الحرارة. واللي ما كان يقدر يشتريها كان يلبس اتذكر تشيس لا تذكرون اتذكر لحد يعني نص التسعينات صحيح. كانت موجوده العاده هذه فساله يا فلان ليش قال على اساس اعرق زياده حق اخفف وزني طبعا وات ايفر الهدف من رياضته لياقه تخفيف تخسيس المهم فقلت له عمره ما كان مقياس كميه التعرق مقارنه ب الضعف او الشيء اللي تبي توصله او الطاقه اللي بذلتها قال لا بس احس لما اوزن عقب الرياضه وزني قل كيلوين قلت له لانك فقدت سوائل تعشى او تغدى كمل وجبتك واشرب ماي كفايه وروح وقف على الميزان مره ثانيه فانت عوضت السوائل فالنظريه اللبس الخفيف حق احافظ على حراره الجسم الابتعاد عن الملابس الثقيله نظريه او فكره القديمه او الخاطئه اللي كانت نعتقدها ويعتقدها اغلب الناس انها عرقت معناته تعبت معناته اشتغلت مو مقياس درجة الحرارة اليوم في أيام الشتاء فبراير تكون 20 زايد قاصر أقدر أركض وأركض لي يمكن نص ساعة بدون ما أعرق إلا بشيء خفيف يمكن بذل طاقة صح فالتأكيد أن كمية التعرق ما لها علاقة ما لها تعبت ولا ما اشتغلت ولا ما اشتغلت على قولتنا العامية في ناس بعد تتكلم وتقول أن أنا والله إذا أسوي رياضة في البيت على التريدميل مثلا أتعب أكثر من أطلع أمشي يعني إيش قد صحيح هذا الموضوع وليش لو كان صحيح ليش؟ لسببين من وجهة نظري لسببين السبب الأول التريدميل بشكل عام يملل الناس وأغلب الناس اللي يشترون تريدميل البارحة واحد مكلمني عن موضوع سيكل توه مشتري يقول أتمنى بعد فترة ما أعلق أبتدي أعلق عليه الثياب فيكون مجرد هنجر في البيت فالفكرة الشعور بالملل أنا اليوم لما أركض مثلا أخذ الشارع مثلا الاستقلال وأنا أركض تطوف سيارة، تطوف الشيارة مثلاً، ففي علم النفس يسمونها نوع من التغيير. صحيح. أوكي. أنت نفسياً. تحس. نفسياً أتغير، أمر على جاري صبحك الله بالخير وهكذا. بينما أنا لما أركض في جهاز المشي. يكون نفس. المنظر ثابت حواليني، فيشعرني بالملل، فيشعرني بالتعب قبل من. تفكر في المشي أكثر. أفكر متى أخلص أطالع التايمر. هاي واحد اثنين. بعض أنواع أجهزة المشي السيئة خلنا نسميها، اللي هو جهاز مشي مو بس. سير يتحرك وعندي تايمر ومتى خلصت أجهزة المشي فيها حتى السير اللي يتحرك عليه يكون كل ما زاد سعره ما نسوي دعايات للشركة بس بشركات بشكل عام بس في نوعية يسمونها شوك أبزوربر ماصل الصدمات يكون سعره شوي غالي العرض اللي أتحرك فيه طول المسافة هل الجهاز نفسه في شوك أبزوربر ولا لا إضافة في نوعية الأجهزة اللي أساسا اللي ممكن أغير مستوى صح المستوى أوكي؟ فأنا لما أروح أخذ نوعية رخيصة ما نقول الرديئة لما أكون أخذ النوعية الرخيصة أشعر بالتعب صح أشعر بآلام بجسمي وأقول يا لو يمكن تطلع برا وايد أريح لي وفعلا صح بس تأخذ الزين ويمكن تتعب شوية بس مفيد على المدى البعيد مفيد لك أنت أستاذ بعد في يمكن شغلة أنا دائما أسمعها أن نمط الغذاء الصحي ممكن يساعدك وقت أنك أنت تركض ولا تجري تكون يمكن لياقيا أفضل فهل هذا الكلام صحيح أو لا علاقة ببعض ولا مجرد بعد كلام لا 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 هذه كلام صح هالمرة صح لا يعني شوف اليوم حتى إحنا على مستوى الرياضيين أو على مستوى المنتخبات لما نتكلم عن تغذية الرياضي يعني على سبيل المثال وليس الحصر يوم المباراة أو 24 ساعة قبل المباراة انتفادة نعطي اللاعبين أي لحوم صعبة الهضم أو تطول في الهضم فتثقل على معدة اللاعب أعطيه الشغلات اللي تعطيه سعرات حرارية أنت اليوم سيارة تبين طلعين خط الكويت على سبيل المثال أفولها صح. أتأكد أنها عندي كمية كافية من الوقود صح.
ما اخذ اي شيء ممكن انه يثقل على السياره. فنفس الشيء عفوا، فلما انا اطلع الجري، اطلع حق الجري اتفادى الوجبات الثقيله الدهنيه، ادور الشغلات اللي تعطيني سعرات حراريه وما تعطيني ثقل على المعده، الكربوهيدرات، الخضروات تكون خفيفه والسوائل. دائما غرشه الماء تكون في يدي، يعني ركز على السوائل والاشياء اللي تكون خفيفه عشان نحافظ على لياقتنا وصحتنا. اكيد نشكر تواجدك حضورك معنا استشاري علاج طبيعي وطب رياضي استاذ مؤيد العلوي، شكرا وفعلا استفدت من المعلومات اللي ذكرتها. الله يسلمكم، حاضرين بالخير. شكرا لك، شكرا على تواجدك. الله يسلمكم. اصحاب الصالونات واليه العمل ضمن الاجراءات الاحترازيه بعد هاي الفاصل. عاد لكم مشاهدينا من جديد، ومع ظهور جائحة كوفيد-19 أصبحت جميع الصالونات التجميل على أتم الاستعداد للعمل بكامل جهودها للالتزام بتوجيهات الدولة في تقنيات التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية. بنتكلم أكثر عن آلية العمل مع صاحبة صالون خبيرة التجميل نادية زيد. صباحك الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا. صباح الخير يا هلا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله بخير. صباح الخير نادية، شكرا على الاستضافة. صباح النور يا هلا. طب خلينا نتكلم أول شيء، يعني مع اغلاق الصالونات في هذه الفتره، شنو الاشياء اللي سويتيها في البيت؟ شلون تعاملتي مع هاي الوضع؟ طبعا مع اغلاق الصالونات كلنا في البدايه تاثرنا، يعني والبزنس في العالم كامل مو بس في البحرين، يعني الكل وقف، يعني كل شيء وقف. بس لما قعدنا احنا في البيت يمكن في هاي الفتره يعني خلتنا نتعلم شنو الشيء اللي ممكن نركز عليه غير عن بزنس الصالونات. يعني هاي الفتره خلتنا شوي نفكر انه يعني والله انا شغلي معتمد على شيء معين، لكن شنو البدائل؟ فخلتنا نفكر مثلا البدائل تكون ان احنا نركز في عالم البيع الحين هالفتره. صح. الناس كلها قاعده في البيت ومع السوشيال ميديا. صح. ففي هالوقت احنا قمنا نركز على اشياء ثانيه، وهاي اللي سويناه. يعني يمكن الحلو نادي ان اصحاب الصالونات هالفتره كلهم يعني لجأوا حق خلينا نقول البيع الالكتروني او الاونلاين. صح. يعني صاروا يعطون دورات مكياج اونلاين، صاروا يمكن يبيعون حتى الاشياء اللي تخص المكياج والرموش وغيرها والعدسات كلها صارت اونلاين، حتى التريتمنت حق الشعر والمغذيات. فانت كصاحبه صالون كخبيره تجميل، شلون شفتي تفاعل يمكن الناس مع الشيء الجديد اللي صار دوره مكياج اونلاين وغيرها من هالامور اللي صارت كل شيء على الاونلاين؟ الناس كلها متقبله وحابه هاي الشيء. طبعا هم قاعدين في البيت والكل تشوفينا انه يبي يدور له شيء يشغل نفسه، يعني اللي يعني ياخذ له كورسات اونلاين من ضمنها الميك اب. صح. فاحنا عطينا دورات ميك اب تكون بعد اونلاين، يعني فالكل حاب، الكل قاعد يبحث. واحنا يعني اصحاب صالونات وخبيرات تجميل بحثنا عن كل الاشياء اللي تحتاجها الوحده او المراه يعني في البيت. وفي بعض الصالونات ما شاء الله اشوف حتى حق الرجل، يعني صح حق الحلاقه. فيعني شفنا شنو هي الخدمات اللي ممكن هي تشتريها وتسويها في البيت ووفرناها للبيع، من مستلزمات للمانيكير بديكير. صح. من ماسكات شعر، كل شيء وفرناه وما شاء الله صار في عليه اقبال وايد. يعني وانا من الاشخاص اللي اساسا كنت اطلبهم اونلاين. كذي سالت كذي سالت هالسؤال. طبعا يمكن الحين نفس ما قلتي انت، يعني كبزنس الصالونات وقفت وفكرتي في اشياء بديله، شنو الاشياء البديله اللي فكرتي فيها؟ يعني غير ان الاونلاين اكيد يا على بالك افكار خلتك تقولين والله في المستقبل بسوي هاي الشيء. والله البدائل كانت بالنسبه لي انا، يعني ان انا يمكن دشيت شويه في عالم اللايف. قعدت مثلا اقابل شخصيات لايف انستغرام. امس كان موضوعنا بعد عن لايف انستغرام. إيه يعني ركزت شوي على هالاشياء، يعني غير عن البيع طبعا ركزت. انا عندي فرش ميك اب فركزت شوي، يعني قبل مع انشغالي مع المكياج والزباين والصالون شوي يمكن في بعض الاشياء ما كنا نركز عليها. بس في هاي الفتره ركزت على بيع، يعني الاعلان، التسويق، ان انا ابيع على ابيع الفرش في السوشيال ميديا. وقمت اسوي لقاءات لمواضيع مثلا تهمني انا كناديه كشخص قاعد في البيت، منها يعني ان شلون الواحد ممكن انه يستفيد من هاي الفتره، شنو الاشياء اللي يقدر يسويها، شلون الواحد يعطي لنفسه طاقه ايجابيه، لان احنا كلنا في هالفتره
ما نبي نسمع أخبار سلبية يعني. صحيح. تفتح أي مكان تشوف عدد المصابين عدد الكذي، فإحنا ليش نركز على الأشياء السلبية؟ خلونا نركز على الأشياء الإيجابية وما نطالع العالم كامل بنظرة سلبية يعني. فهاي الشيء اللي أنا أكثر شيء سويته، والحمد لله يعني تعرفت على شخصيات وايد ملهمة وحلوة في السوشيال ميديا. يمكن هاي الشيء كان يبين جانب ثاني من شخصية خبيرة التجميل نادية زيد. أنا شخصيا كنت أتابع اللايف حمد يعني كنت تطلعين مع شخصيات كثار من ضمنهم مصورين وغيرهم، فحبيت أن خبيرة التجميل طلعت بشخصية ثانية عندها موهبة ثانية، حتى موهبة الحوار والأخذ والعطاء عشان تعرف بس خبيرات التجميل عندنا غير. شفت نفسي في هاي المجال يعني، يمكن أن حبيت حتى أن طريقة أن أنا أحاور وأسوي لقاء، وفي ناس وايد قالوا لي اني يعني ليش ما تدشين مع تلفزيون البحرين، قلت لهم اي ليش لا يعني يلا البدايه يلا هذا بالعكس مجال حسيت نفسي وايد يعني وايد حبته حلو يعني. قاعده تتكلمين في مجالات انت عرفتها يعني عندك خلفيه عنها، عندك الثقافه الملمه في هالموضوع. ناري لو بنرجع نتكلم عن الصالونات واستمرار العمل خلال هالفتره مع افتتاح الصالونات، هل في اقبال من قبل الزباين ولا للحين متخوفين، او شنو انت كصاحبه صالون سويتي عشان تطمنين الزبون نفسها ان تي الصالون؟ طبعا انا قبل لا نسكر الصالونات، قبل لا يطلع قرار تسكير الصالونات، صالوني كان متخذ هاي الاجراءات اللي هو فحص الحراره، القفازات اللي نبدلها، كنا نحط بدرول على كل كرسي حلو. انه يتبدل من كل زبون لزبون، وكنا ننظف بالكلوركس، فهاي الشيء كنت انا متابعته من قبل. من بعد ما طلع القرار بفتح الصالونات الناس شوي كانت متخوفه، فزبايننا المديمين اللي عارفين مين نادية زيد ومين صالونها كانوا مرتاحين لان شافوا هالاشياء من قبل موجوده. كانوا يقولون ما شاء الله يعني اوريدي صالونك نظيف واحنا متاكدين من هالشيء وتشوفون هالشيء، فالحمد لله كان في اقبال. الناس اللي كانت متخوفة عقب ما شافت الإجراءات اللي احنا نسويها، طبعا كنت أصور وأحاول أن أنا حتى أتكلم وأسوي لقاءات حتى مع يعني زبايني، فقامت تتشجع ويات لي حتى زباين جديدة يعني قاموا يسألون وين صالونك وين كذي، فكانوا جايين مرتاحين. فيوم بعد يوم قاعدين نشوف أن الخوف قاعد يروح قاعد يقل، لأن خلاص الحياة لازم تستمر يعني. صح. لأن متى الواحد بيقعد، أهم شيء الواحد يأخذ الإجراءات ويلتزم بالتعليمات بالضبط. لازم الواحد يختار صالون يكون متأكد أن هاي الصالون 100% نظيف وماخذ الإجراءات. وأتمنى يعني أنا يعني كخبيرة تجميل وصاحبة بزنس، أتمنى من الزبون نفسه لما يشوف خطأ أتمنى أنه دايركت يروح يكلم صاحب العمل، لأن الحين ألاحظ كل أصحاب البزنس قاعدين بنفسهم يقعدون في المكان ويباشرون يعني ويباشرون لأنه شيء جديد يعني أول مرة الكل قاعد يعني يتعلم منه. فأتمنى أن الملاحظات يأخذونها بعين الاعتبار، وبالعكس هالشيء يفيدنا يعني. مثل ما قلتي أنت عندك يمكن علاقة خاصة بينك وبين يعني زباين عندك، وتتواصلين معاهم في السوشيال ميديا يعني في علاقة بينك وبينهم. صحيح. فشلون تتعاملين مع اللي مخالف ساعات من يعني هذه الامور الامور الاحترازيه وقتيه عندك الصالون وما يلتزم، شلون تتعاملين معه يعني؟ ما تبين تحرجينه يعني في نفس الوقت يعني قانون هذه ما شاء الله يعني. الزباين انا اشوف الكل واعي يعني، تشوف الكاستمر داشه لابسه قفاز لابسه كمام، قليل لو بتشوف احد داخل من غير كمام. فاحنا شنو سوينا؟ وفرنا القفازات والكمامات عند المدخل، فقبل لا تدخل اي زبونه في موظفه تكون قاعده تعطيها الكمام على اساس انه قبل لا تدخل تكون لابسه الكمام فتتاكد. الحمد لله انا عندي فريق عمل اداري بحرينيات، فهاي الشيء ممكن انه يكون هم يعني يكونون اداره على الموظفات وعلى حتى الزباين، فاحنا نتاكد ان كل شيء ماشي على حسب الاجراءات الاحترازيه. الحمد لله. يعني يمكن نادي حمد قال لك سؤال وانا قاعد استنتج بعد سؤال ثاني من خلال الكلام اللي قاله، بالنسبه حق الزباين اللي يونتش يقولون لك ليش هذه الخدمه مو موجوده؟ طبعا تقولين على حسب التعليمات اللي جاتنا، وعلى يمكن في بعض الزباين يقول لك لا سوي لا ما حد يدري. احنا لليوم عندنا عرايس وزباين يتصلون ويترجون ان احنا نمكيجهم. في بناتي يعرضون ان انا بايب مكياجين، زين مو في الصالون تعالي لي البيت، اقول لها المشكله مو في البيت او في الصالون، المشكله ان احنا ما يعني هم ما وقفوا هالشيء ما منعوه الا اكيد في وراه موضوع يعني. صح. في خطا. فاكيد لما بيسمحون له بعدين اكيد بيكونون مفكرين باجراءات احترازيه بيفرضونها علينا كلنا. ففي وايد زباين تلاقينها تقول مثلا الحفاف، عندنا الحفاف بالخيط، الزباين وايد تتحلطم يعني، حتى اول ما فتحنا الصالون يبون يحجزون المكياج. طبعا اول شيء ما كنا عارفين ان الميك اب ممنوع، فاول ما قالوا بيفتحون صالونات قمنا ناخذ كاستمر، وبعدين لما صار ان منعوا ووقفنا يعني على طول قلنا لهم ان يعني خلاص ما راح نقدر ناخذ مكياج، بس الزبون مو متقبل
يعني صح. عندك عروس تبي تملك مثلا فتقول لك انا ملكتي ابيك تمكيجيني انزين مثلا ساعات تصلي مثلا صديقه الوالده انزين هاي اختك اقول لها مو اختي ولا امي الميك اب ممنوع خلاص اذا هو ممنوع خلاص انا ما اقدر اسويه يعني لو كانت اجرب شخص لي اللي هي حتى امي يعني فالناس مو متقبله صح فهي مثلا الاستشوار ليش ممنوع انزين الاستشوار حار اقول لهم اكيد انه وراه سبب ممنوع لانه في سبب في سبب يعني انا تفسيري انه ممكن انه هو ينقل الهواء يعني رذاذ الهواء يعني من بين كاستمر لكاستمر فاحنا يعني مستحيل ان احنا نخالف ونقول ان اكيد هاي الشيء لسلامتنا وسلامة الكل طبعاً فوق كل شيء. يمكن هذه أنا صادني موقف يمكن من قبل يومين رحت بغير صبغ الأظافر قالت لي توا من يومين طالع قرار إنه ممنوع حتى تصبغين الأظافر عشان لأن أتوقع من ظفر لزبونة من زبونة فقالت لي لا بس تقدرين تسوين أظافر بس ما تقدرين تصبغين فكان يعني تقبلت الموضوع لأن في النهاية هذه التعليمات بس في واحدة ثانية في الصالون قالت لا أنا أول أمس جاية وكان الموضوع عادي ففي أشياء جديدة صح في يعني أشياء جديدة لازم تواكب بعد من القرارات صح يعني تتابع أكيد لازم تكون بزنس تتابعين الأخبار أكيد هذا هو إحنا قد ما نقدر قاعدين نحاول إن إحنا نكون أول بأول مع الأخبار لأن في مستجدات يعني ممكن يطلع قرار نفس ما أنتي قلتي الحين صبغ الأظافر أنا ما كنت عارف عنه صراحة فيعني في مستجدات على طول طالعة لازم إحنا نطلع عليها ففكرة النيل بولش يعني إحنا ممكن إن إحنا نوفر نيل بولش حق الزبونة تشتري صح ونخلي لها إياه وتروح أو إن هي مثلاً تجيب النيل بولش اللي تبي اللي من عندها ونخلي لها إياه يعني لازم نبحث عن بدائل فأنا أتوقع يعني الوزارات أكيد والهيئات والجهات الحكومية دائما يعني لما تقول شيء أكيد هي مفكرة في بديل أو ما قالتها شيء نفس ما تفضلت وذكرتي قبل شوي إلا لسبب وجهي أكيد وبالذات صبغ الأظافر يعني بينتقل من شخص لشخص واليد هي أكثر شيء يعني معرضة حق الأمور يمكن بعيد عن الصالونات حبيت يمكن أسألك نادية أن أنت تشتغلين في شغفك هذه وهذه قليل نشوفها أن واحدة تحب عندك هواية أكيد بدت كهواية وبعدين فتحتي الصالون وصار هذا الشيء تشتغلين في شغفك وهاي الشيء اللي احنا نشجعه دائما ونادرا نشوفه بين الناس فعطيني شعورك ان انت تشتغلين وتكسبين رزقك من شغفك اللي حبيتيه من انت صغيره اكيد يعني طبعا انا كنت يعني قبل اكون خبيره تجميل كنت بانكر كنت اشتغل 7 سنوات في بنك امريكي يعني أوفشور فمن عالم البنك ابتديت يعني التجميل. انا يمكن ما انا يعني ما كنت خبيره تجميل من يوم انا صغيره او عارفه احط الميك اب بس من موقف خلاني يعني اغير هاي الفكره ويوم ثاني اقرر اني راح اتعلم مكياج ومن تعلمت خلاص خذيت الموضوع انه اخليه كبزنس يعني فالحين وانا قاعده امارس يعني هاي الشغله اللي هي تكون هوايتي احلى ما في الموضوع ان انت قاعده تشتغلين اول شيء انت مديره نفسك ما عندك تقيد الثاني شيء لو شنو اشتغلتي من إلى ما راح تحسين بتعب لأن أنت مستمتع وغير عن كذي أنا أحس إن أنا يعني لي كياني يعني مو شخصية مو معروفة أو ما حد يعرفني إذا أنا مشتغلة في مكان أنا بس وهذه من مميزات إنك تشتغل في شغل أتعرف على شخصيات يمكن أنا شخصيتي وايد أحب أتعرف على الناس اجتماعية ما شاء الله عليك يعني هاي الشيء وايد حببني يعني حتى زبايني تشوفينها من مجرد ما أنا تدخل عندي زبونة خلاص يعني أعتبرها صديقة يعني وهاي يمكن شيء اللي يميز يمكن صالونك ويميزك انت كخبيره تجميل احنا جدا سعدنا تواجدك وحضورك معنا خبيره التجميل نادية زيد وتمنى لك كل التوفيق تسلمون. وان شاء الله نشوفك مره ثانيه في لقاء ثاني باذن الله شكرا لكم يعطيكم الف عافيه مشاهدينا وصلنا طبعا لنهايه هذا اللقاء اللي جمعنا بخبيره التجميل نادية زيد والحين نطلع هذا الفاصل القصير بعدها نرجع نستكمل باقي برنامجنا معكم عودة لكم من بعد الفاصل ضيفنا اليوم من المواهب المميزة في ساحة السوشيال ميديا لأنه صانع محتوى وأفلام قصيرة لكن لها أهداف في المجتمع رغم المنافسة الشديدة في طرح الأفكار إلا أنه تميز بأفكاره الهادفة واللي حازت على مشاهدات كبيرة عبر الإنستغرام أو عبر قناته باليوتيوب ضيفنا اليوم هو محمد حسين زينل أو المعروف بجهرمين رحب فيك هلا الشيخ طبعا حبيبي. أكيد أنا شهادتي فيك مجروحة طريقة الأفكار اللي عندك أول شيء كلمني متى بديت
وكلمني عن بدايات مشوارك شلون كانت. بديت 2014 ديسمبر 2014 للأمانة يعني شيء بالغلط يعني ما شلون بالغلط والله بالغلط يعني شيء بروحه يعني نزل أبديت الانستغرام قبل الانستغرام كان بس صور صح عقب نزل أبديت 15 ثانية الفيديو شفت يعني أجانب كانوا يسوون سكتشات وأنا شيء من يوم صغير ونتجمع ويا الأهل كلنا نسوي مسرحيات أنا وعيال عمومي وكذي زين مسرحيات يزعم مثلا انا دور لوبو مثلا هذاك دور اخوي يزعم شيء فاستغلت الشيء ان في انستغرام 15 ثانيه فقمت اسوي فيه فيديوهات وعقب اكتشفت انه هو ترى قاعد اسوي فيديوهات يعني ولا ما ادري انا ايش السالفه بس قاعد اسوي عبالك بس تصور وخلاص وبتنزل شفت تبتدي بالصدفه بالصدفه يقول لك ما يعرف شلون بدا اساسا ما ادري والله لا في البدايه ما كنت اعرف يعني الحين خلاص تعرف المفروض لا اكيد عرفت يعني يعني اول سنه صراحه ما كنت ادري ان المحتوى اللي قاعد اقدمه انا شنو مثلا قاعد احط فوكس يعني بس قاعد اسوي الحين تحط راسم خطه وعندك افكار انا بتكلم عن الافكار اللي قاعد تقدمها من وين تستوحي هالافكار صراحه افكار خفيفه طريفه كوميديه لكن في رساله يعني في مسج حابه توصلها فمن وين تجيك هالافكار يعني من الواقع الاجتماعي يعني ساعات مثلا طالع من البيت ويا الشباب كذي مثلا واحد قال نكته واحد قاطقه صار موقف صار حدث صار شيء فهني الافكار هني تجمعين افكار فكل واحد مثلاً ساعات حتى ربعي يعطوني أفكار. ها حلو يعني تأخذ برأي غيرك في طرح الأفكار وتحاول تطور. لازم الفكرة. عشان نعرف ثقافات الناس اللي إحنا يعني. يتابعونك أو حتى اللي. بالضبط. اللي فيه محمد إنه بعد يعني يختار المواضيع اللي فيها القوية اللي صح. فيها يعني مناقشة فيها وايد قوية صدق هو كوميدي أحياناً في بعض الفيديوهات ولكن. أحياناً. لا ولكن اختياراته للفيديوهات وبنشوف بعد بعض الفيديوهات بعدين لا لكن محمد. او جهرمي انا متعود اقول لك انزين خلينا نتكلم عن موضوع ان انت في السوشيال ميديا واكيد في اراء مختلفه سواء ناس بتحبك دايرك يعني بتنتقدك حتى ساعات بانتقاد بناء وفي ناس بتنتقدك بشكل سلبي شلون تتعامل مع هاي السلبي والله شوف اخوي طاف احنا كلنا طاف يعني اذا تشوف اذا يقول لك اصابع ايدك مو بسوه اذا انا بقعد احط بالي ويا فلان وعلان انا ما بشتغل بطق بريك بقعد مكاني بقعد في البيت واسك على روحي الباب دائما يعني ما اركز ويا الناس اللي تبي تحبطني حتى ساعات مثلا الشيء اللي انا اسويه زين هو مثلا شيء حلو بس مثلا الشخص هذاك مو بعاجبه فمو معناته الشيء اللي انا اسويه مو بحلو صح فتاخذ براي الاوارم اللي يعني تعطيك الظاهر تعطيك باور ايجابي بالضبط اي تمام اختلاف الاراء مطلوب في كل شيء تسويه يعني عشان يمكن تعرف سبب هذه يمكن يعني سبب لانه يعطيك دليل للنجاح ساعات صح ان كثره الانتقادات خصوصا في السوشيال ميديا لانه دايركت الكومنت ايه. يعني عندك فوق ودايركت الكومنت تفاعل وايد سريع فاتوقع ان هاي بعد جزء من النهاية ترى ناجح صح انا ودي اسالك سؤال بس قبل ما اسالك هالسؤال ودي اشوف الفيديو واذا نستعرضه ايضا على المشاهدين على اللي سويته على المصابين بالكورونا خلونا المشاهدين نشوف هذا الفيديو القصير وبعدها نرجع نستكمل اسئلتنا مع ضيفنا عودة مشاهدينا شفنا الفيديو محمد هذه الفيديو بالذات يعني خد فيه نظرة ثانية اللي هو الكل تكلم عن الكورونا وعن شلون تأثيره وذي بس ما حد تكلم عن المريض نفسه فأنت خدت هذه الجانب كلمني عن هذه الفكرة وشلون جات الفكرة أول ما صارت الكورونا يعني يوم دشت علينا في البحرين من زين الناس قاموا ينتقدون يعني الأوائل يعني اللي صارهم كورونا في البحرين الناس قاموا ينتقدونهم فمو قاعدين يحسون بشعورهم الداخلي صح. يعني انت قاعد شهر فيه بدل ما توقف وياه هو يبي يعني الريال يبي دعم يبي دعم يبي واحد يوقف وياه ف
فش اللي صاير ان الناس قاعدين يشهرون في مهندي وما يشهر اخوي مو لازم تعرف مهندي انت لازم تعطيه بوش لازم تساعده ترى هو في النهايه يعني يبي سبورت فياتني الفكره يعني قعدت افكر كم يوم وقلت لازم اسوي ذا الفكره يعني وشفت ردود الافعال شلون كانت محمد حزتها ايه شلون كانت ما توقعت من الناس اللي شفتها انا اول واحد ابو سلمان صراحه سيله كلمني كلمته يا اتصل لي يا كنا طرش لي مسج قال لي شهادتي فيك مجروحه وجوهد وذي شجعني بصراحه وحتى الجماعه الباقي بعد نشروا ونزلوا في الستوريات عندهم حلو صار في دعم حتى يمكن من مشاهير السوشيال ميديا يدعمونك لان كان في رساله وفي مسج من خلال هالفيديو أيه. محمد انا ودي اسالك يمكن كنت اسولف وياك قبل شوي تحت الهواء كنت اقول لك انه انت اللي تصور انت اللي تمنتج يعني تقريبا انت تسوي نص الشغل صح في بعض الاعمال اي في بعض الاعمال اي فما تحس انه شويه صعب لما انت تحط السيناريو او انت تحط الفكره وانت تصور وتتمنتج ما تاخذ راي غيرك او ما تحس انه ساعات تحتاج ان احد يساعدك عشان يمكن يشوف من منظور مختلف ثاني صعب يعني من الناحيه الجهديه انا صعب بس ممتع الشيء يعني يعني تحسين سويت انجاز انه اوه انا سويت مثلا كل ذي بروحي هو حلو ان مثلا الواحد يتعاون يا ربعه وفريق العمل اللي وياه بس بعد شعور احلى اذا تحسين ان انت حطيتي يدك في كم شغله نفس دي الفيديو اللي كنت اقول لك انت منتجه صح ولا دي الفيديو هذه انا وتعديل الالوان صديق ابو زكي يستاهل تحيه عشان زكي كان موجود بعد في شوف المقابله بعدين يقول نكره جميل ما قال اسمه لا 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 ذكرت اسمه انا شاهده شنو اكثر فيلم يعني حسيت تجريب منك وتفتخر فيه وتحس ان هذه الفيلم اللي انا ترى يعني تحس تجريب من قلبك هو في عده افلام بس اكثر فيلم بصراحه اللي هو مال فلسطين حسيته جدا 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 جريب حق قلبي اوكي خلينا نشوف هذه الفيلم اتوقع موجود عندنا خلينا نشوفه ونرجع مره ثانيه فيلم جميل محمد ويعني لاقى صدى وتفاعل جدا كبير شلون انت شفت التفاعل شخصيا يعني انت لما نزلته او عرضت هالفيلم شلون شفت التفاعل شخصيا هل شفت انه في ناس تقبلوا الفكره في ناس ناقشوك في الفكره صار في اقبال اكثر للامانه كنت متخوف لان هذا الفيديو هو اللي دخلني في الفيديوهات الدراميه صديقي عبد الله ثاني شكر حقه هو قال لي جهرمي اطلع من اطار الكوميديا شوي سوي شيء ثاني قلت له يمكن انا ما اعرف يعني فقال لي جرب مو بخسران شيء جربت والحمد لله يوم نزلت الفيديو صار يعني اقبال وايد حلو من الجماهير ما يعني الحمد لله ولا انتقاد واحد للامانه يعني انتقاد واحد يعني اكيد على يعني شيء بسيط يعني لان دائما الناس تنتقد على الوان تنتقد على يمكن اخراج في كانت في الكاميرا في نقطه سوداء شفت شلون انا شفتها ساعه كنت بعلق بس اياك التعليق خلاص الامور الفنيه اكيد يمكن لان حولك يكونون كثير فنانين سواء مصورين وتشتغلت انت مع مصورين يعني ناس تمنتج فكل واحد بيعطيك رايه فهذا يمكن من السؤال اللي كنت بساله يوم سالتك عن موضوع ان كل شيء انت تسويه بنفسك وتاخذ اراء الاراء الثانيه فيمكن انا لان اسوي محتوى بعد فاحس في هالموضوع ان انت لما تاخذ اراء ثانيه ممكن انه ياثر ساعات على شغلك توافقني هاي الراي وهل انت تتقبل ان احد يقول لك او يغير في محتواك شوف اذا مثلا انا اذا انا مثلا جيت اليوم بسلمان قلت له انا اليوم بتناقش وياك في فكره وبشتغل وياك في البدايه قعدنا ميتنج رتبنا كل شيء هذه تمام انا ما عندي مشكله اخذ واعطي وياك بس حزت الحزه في اللوكيشن يجيني واحد مثلا من الشباب من رابعي مثلا يبي يغير المشهد كامل او مثلا يبي يضيف شيء من عنده لا هني انا ما اقدر لان هني هو يعني بياثر على الفكره الفكره راح تخترب كذي
اذا في اضافات تضيف حق الفيديو او حق الفكره على راسي، بس بعض الاضافات يعني مثلا انت تحس ان الشيء مو قاعد يضيفه حق الفيديو، انه ما له معنى الشيء. بس مهم حق الشخص اللي يقدم محتوى اكيد توافقوني الراي انه يسمع، واذا حس ان هاي الشيء اللي قاعد يسمع يضيف اكيد ممكن يسوي، لكن اذا حس ممكن يعني ياثر سلبا على الشغل فبلاها. اكيد هذه يعني شيء مهم اكيد طبعا 100%. مهم تسمع للناس ولكن يكون عندك رايك الخاص بعد في نفس الوقت. حبيت اشكرك محمد جهرمي، عمري سميتك محمد فجهرمي، مشكور على حضورك، نتمنى لك التوفيق سواء في يعني الوضع اللي احنا نمر فيه الحين، اكيد هذه اثر، ولكن نتمنى نشوف لك اعمال ثانيه وتمثل، ما ندري متى نشوفك تمثل وياك ان شاء الله. لا تمثل في مسلسلات كبيره ونشوفك يعني تألق متى في يعني خف الخطط حاط بلان اكبر رجيم يعني يعني انا صراحه الخدود هو. فمشكور على حضورك ونتمنى لك كل التوفيق. يعطيك العافيه، شكرا لك، نورتنا. شكرا مشاهدينا، بهذا اللقاء نكون وصلنا لختام حلقة الاثنين من صيف البحرين، يجدد اللقاء فيكم باكر بإذن الله من الساعة 10 ل 11 الصبح، ونتمنى تكونون كم استفدتوا من هذه الحلقة، ومع السلامة. مع السلامة.